هذه هي السيارة اللي قدامها خاوتي ثاني، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بريك خاوتي اسيس سنة 2021 خاوتي، تدخل للجزائر هذه، تدخل للجزائر يا حبيبي لأن أقل من 3 سنوات. شوف البواقات من اللور، شوف زيد صلي عليه تربح، اللهم صل وسلم عليك رسول الله، وانت تصلي على النبي زيد ضرب لنا لايك خاوتي اللي راه يتفرج، اللهم صل عليك يا رسول الله. شو ذاك الضوء شحال شباب، شوف. المهم خاوتي 265 بي اس اسيس، 265 بي اس 24700 كيلومتر، 6/2021 معناتها تدخل الجزائر، هيبريد بنزين معناتها كهرباء وبنزين 66666، فكرني في لاسبيكتور طه الله يرحمه، 66 66 66. المهم 66000 حاب يقول مليار و350، وتقدر تقول حتى و مليار و400 كي تطلعها على 22.5. صلي عليه تربح. نروحوا للسياره اللي قدامها،